مرحبا، معاكم اخوكم سامي فرج من قناة سامي اف. واحد من المتابعين سأل كيف نمزج صوتين في استخدام الجويستيك، صوت فوق وصوت تحت. طريقة سهلة جدا. البداية تروح عند اي مجموعة تختار صوت. انا بروح عند السينث، راح اختار الصوت اللي هو الجيميني هذا. بعد ما تختار الصوت تروح على كلمة منيو، تطلع لك الصفحة هاي، تروح على شيء فويس اديت، فويس اديت يحولك على الصفحة هاي، تروح على كنترولر. اهم شيء كنترولر، كنترولر يفتح لك الصفحة هاي عبارة عن الميديوليشن بلس، والصفحة الثانية عبارة عن ميديوليشن الماينس. طبعا انت في الميديوليشن البلس الحين لان هذا الصوت الاول. تيجي عند كلمة اللي هي امبلوتد، هذه اهم كلمة هاي امبلوتد، تعملها 127. وبعدين تحت تروح على الصفحة الثانية الميديوليشن ماينس، نفس الامبلوتد تعملها ماينس. شوف معي الحين ما في صوت في النص، ولا في صوت يمين ولا يسار، لكن فوق يطلع معك صوت، تحت ما في صوت. ليش؟ تترك مجال حق الصوت الثاني. بعد ما تعمل هني تروح تعمل اكزت، ما تسيف ولا تعمل اي شيء، تعمل كنسل، التظبيط راح يكون موجود. تروح هني تشغل كلمة رايت 2 وتلغي اللي هو رايت 1. انت الحين في كلمة رايت 2. بعد ما تختار رايت 2 تروح المجموعة الثانية وتختار مثلا كمانات اي صوت. نفس الطريقة اخترت الصوت تروح عند كلمة منيو، نفس الشيء فويس اديت، تطلع لك صفحة تروح الى الكنترولر. هني الحين الصفحة الاولى اللي هي البلس انت هناك ضبط فيها صوت، هني العكس، هني في البلس تعمل ماينس، وتروح الصفحة الثانية عند الميديوليشن اللي هي الماينس تعمل 127، تترك مجال حق الصوت. فلاحظ معي الحين تحت صوت كمان، فوق ما في صوت. ليش؟ لان انت الحين اخترت الصوت حق اللي هو تحت الجويستيك. بعد ما تخلص العملية تروح تشغل الرايت 1. الحين هني راح يشتغلون معك صوتين. شوف معي فوق انت شو اخترت، وتحت كمان تحولهم شرقي، وتحت بهاي الطريقة انت علمتك كيف انك تمزج صوتين في الجويستيك تتحكم فيهم. بغيت صوت ثالث تروح على رايت 3، راح تختار اي صوت بيانو، راح يشتغل معاك بيانو. شوف تعمل، لكن في شيء اذا رحت فوق راح يمزج معاك البيانو مع السينثسايزر. شوف، واذا رحت تحت راح يمزج معاك البيانو مع الكمان. وبهاي الطريقة انا علمتك كيف تمزج الصوتين في الجويستيك فوق وتحت. وعلى فكرة لما تعمل مثلا الحين تعزف على اللي هو السينثسايزر فوق، تقدر تعمل له البيتش بند وانت على فوق دايس على فوق، حرك يمين يسار. شوف يعني راح تفضل تقدر تتحكم في الصوت، وانت داعس على تحت تقدر تروح يمين يسار تعمل البيتش بند. بعد ما تخلص وتمجز الصوتين كيف تسيفهم؟ تروح نفس الطريقة على فريز مثلا في مومري رقم واحد، بس تدعس مومري رقم واحد. شوف الحين اطلع كامل من العملية. الحين شوفني مثلا صوت هذا، الاصوات اللي خزناهم في واحد، شوف ما في، شوف، لكن فوق تحت عندك تمزج صوتين مع بعض وتسيفهم عندك ليل 8. تمزج الصوتين اللي انت تباهم وتسيفهم ليل 8، وعقب تلعب فيهم على كيفك. بعدين زين، بعدين شيء ثاني، انت الحين تلعب فوق وتبغي تلعب على صوت، تعمل حركة وانت دايس فوق على صوت السين، تعمل هولد راح يفتح معاك. شوف الصوت، تبغي تلغيه تروح تشيل الجويستيك هولد ويرجع مرة ثانية على فوق يشتغل، وتحت يعني هاي عملية تسهيلية انك انت اذا بغيت الصوت تعزف عليه فترة طويلة ما في داعي انت دايس على الجويستيك على فوق، لا، تعمل على فوق تطلع الصوت وتعمل هولد يشتغل معاك وتلعب على كيفك وتبدل، بعدين تروح تعمل الجويستيك ترده عن الهولد وتكمل فوق وتحت وتلعب بالأصوات. واتمنى ان المعلومة وصلت لكم.